الزراعي. نعرف أن القطاع الصحي هو أولوية لنا، وسأعلن الآن عن إرسال أكثر من 50 مليون جرعة للقاح خلال الأسابيع المقبلة خلال شهر أغسطس. ستساهم فرنسا أيضا في إعادة بناء المرفأ، وأنا أود أن أحيي بتقديم مساعدات طارئة من إحدى الجمعيات الفرنسية للاستمرار بتقديم الدعم للصيانة في المرفأ. فضلا عن ذلك، سنتأكد من أن مساعدتنا ستصل مباشرة إلى الشعب اللبناني بشكل شفاف، كما سنعمل على آليات المتابعة بشكل تام، وذلك عبر دعم من الولايات من الأمم المتحدة. إذن ستذهب هذه المساعدات مباشرة إلى المنظمات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإنسانية، وأريد أن أحيي كل المؤسسات والمنظمات التي تعنى بالأشخاص في ظل تدهور الحكومة، ونحرف أن المساعدات الدولية ستذهب مباشرة إلى هذه المنظمات من خلال تنسيق الأمم المتحدة، وذلك بكل شفافية وعبر أيضا أعطاء تقارير بشأن ذلك. أود أيضا أن أحيي بدور القوات الأمنية اللبنانية التي تؤدي منذ البداية دورا في استقرار لبنان ومتابعة مع الشعب اللبناني. يجب أن نترجم هذه المساعدات أيضا من خلال أيضا أدوات يجب أن تتوفر للبنانيين واللبنانيات، وأنا أفكر بتخصيص أكثر من 246 مليون دولار من البنك الدولي التي ستسمح للشعب ببناء شبكة حماية في غياب الحكومة، وذلك في إطار شفاف وحيادي. علينا أيضا أن نفكر بتمويل صندوق النقد الدولي الذي يجب أن يستخدم من خلال الشفافية والآليات المخصصة، وتبعنا أيضا لتعليمات مجمعة السبعة. سأتجه حاليا إلى الرئيس عون، وسيشارك معنا الرئيس عون، وهو يعرف كم أحترمه وأحترم شخصيته وكونه كان يناضل للحرية، بالإضافة إلى أنه كان منتخب من الشعب اللبناني. ولكن أنا أعتبر أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست فجأة أو قدر، بل هي نتيجة الفشل الفردي والجماعي، بالإضافة إلى الفساد، وهي تأتي من تفكك كل النظام الموجود حاليا. ونعرف أن مجموعة الطبقة السياسية في لبنان برمتها عملت على تعظيم هذه الأزمة عبر وضع مصالح أحزابها قبل وضع مصالح الشعب اللبناني. فرنسا والمجتمع الدولي قد تحملت مسؤوليتها، وكوننا شريك قريب كفرنسا، ونحن أيضا صديق للبنان، وترجمنا ذلك منذ أبريل 2018 عبر حشد المؤتمر الدولي في مؤتمر سدر، حيث قد تكلمنا عن استثمارات تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في حال تم إحصال إصلاح حكومي وتحديثات، ولكن لم يحدث أي من ذلك. ومنذ حينها لم يتم احترام أي من المهل الزمنية. يستحق لبنان أكثر بكثير من ذلك. نعرف أن الشعب ديناميكي وفعال ويتحلى بالكثير من المهارات المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى الثقافة والتقاليد والتعليم، ويستحق لبنان الحصول على الدعم الدولي، ولكن سيعتمد ذلك عليكم. عليكم أن تشكلوا الحكومة، عليكم أن تجدوا التسويات السياسية الضرورية، عليكم أن تقرروا وتنفذوا خريطة الطريق التي تم تقريرها منذ أكثر من عام. إذن الأولوية هي تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ القرارات الضرورية والطارئة، مما سيسمح للمجتمع الدولي بمساعدة لبنان بشكل إضافي. مؤتمر اليوم هو مؤتمر إنساني لدعم الشعب اللبناني، بالتالي هي غير مشروطة، ولكن لن يكون هناك شك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية، لأننا نعرف أنه منذ بداية هذه الأزمة وقبلها غير نافع. أعرف أن فرنسا لطالما دعبت لبنان وستبقى دائما حذرة بكل قراراتها. يبدو أن القادة اللبنانيين يقومون اتخاذ قرارات سيئة تاريخية، ولكن المجتمع الدولي سيستمر بالوقوف مع الشعب اللبناني. الكثير منا ومن بيننا اتخذنا بعض
بعض العقوبات ضد بعض الأشخاص الذين منعوا تشكيل الحكومة، ولقد عملنا مع الشركاء الأوروبيين لاعتماد نظام عقوبات خاص للبنان. القادة اللبنانيون يجب ألا يشكوا بعزمنا أبدا، ويعود ذلك للحكومة وتشكيلها وتنفيذ الإصلاحات، ولكن أيضا تحقيقات بشأن تفجير مرفأ بيروت والذي ينتظرها الشعب اللبناني برمته. منذ عام بدأت هذه التحقيقات. فرنسا وغيرها ساندت لبنان وقدمت كل المعلومات المتوفرة، ونحن لا نسأل متوفرين لكل المساعدات التقنية الضرورية. وأنا أعتقد أن المسؤولين اللبنانيين، وأنا متأكد من أنهم عليهم أن يحاسبوا من قبل الشعب اللبناني. ويعود الأمر أيضا لضرورة عقد الانتخابات في رفيع عام 2022. أنا سأبقى دائما إلى جانب اللبنانيين واللبنانيات، وسنبدأ بحوار مع المجتمع المدني، وكنت أتمنى أن يكون بيننا ممثلين من الذين يعملون يوما بعد يوم حاولت ردء كل الخطوات التي لا يقوم بها الطبقة السياسية. إذا سيستمر المجتمع الدولي بمحاولة الاستجابة أو لتلبية احتياجات الشعب اللبناني بطريقة مباشرة وبطريقة فعالة. أود أن أشكر كل القادة الدوليين الذين يشاركون معنا خلال هذا المؤتمر الدولي. شكرا جزيلا لتخصيصكم هذا الوقت لنا ولأنكم شاركتم معنا. والآن سأعطي الآن الكلمة للأمين العام للأمم المتحدة. Thank you very much, President Macron, Excellencies. نريد أن نعبر عن امتناننا لفرنسا ولعقدها هذا المؤتمر لدعم